بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم في مادة Visual Programming Using Java. بنحكي أو بدنا نحكي في هذه المحاضرة عن الفايلز، كيف نتعامل مع الفايلز. وللتبسيط احنا أخذنا من نوع من أنواع الفايلز اللي هو Text Files، يعني كيف ممكن نتعامل مع Text File، كيف ممكن نقرأ بيانات موجودة على Text File نطبعها على الشاشة عندنا من خلال نظام الجافا أو من خلال لغة برمجة الجافا، كيف ممكن نفتح فايل جديد ونخزنه على الهارد ديسك، وكيف ممكن نتعامل معه. وخلينا نشوف مع بعض كيف راح ندير هاي المحاضرة. هاي محاضرة مهمة جدا، واكيد راح يكون في منها معلومات كثير مهمة للبروجكت اللي انت بدك تشتغله لمادة الجافا. اول شيء بدنا نتعلم كيف نعمل كرييت ا فايل ان جافا، كيف نعمل كرييت لملف جديد في الجافا ونخزنه على الهارد ديسك. طبعا كرييت لملف جديد في الجافا راح يلزمنا بعض الشغلات، انه اعمل امبورت للجافا اي او فايل، ممكن اعمل امبورت للجافا اي او برنت رايتر، ممكن اعمل امبورت للجافا اي او دوت ريدر، ونفس الطريقه البفر ريدر والبفر رايتر. هذول الشغلات كلهم راح نشوف كيف راح يتم استدعائهم عند استخدام الاوامر المطلوبه. هلا الجزء الثاني من المحاضره، يعني كيف اعمل كرييت لفايل. اول شيء كيف انشئ فايل جديد، كيف أنشئ فايل جديد، هذا أول نقطة بدنا نتعلمها اليوم. النقطة الثانية كيف أكتب على هذا الفايل، كيف أكتب تكست وأخزنه على الجافا فايل. راح نتعلم إنه خلال عملية القراءة والكتابة والتعامل مع الملفات، ممكن أنا أجي أبلش أكتب على الملف لكن الملف أصلا نفسه غير موجود، فمعناته أنا بلزمني يعني أعمل كنترول على الإيرور اللي ممكن تظهر نتيجة لوجيكال إيرور، يعني خطأ غير متعلق بالسنتكس تبع لغة البرمجة اللي أنا بكتب فيها. فبالتالي ممكن أو على الأغلب لازم أستخدم الإكسبشن هاندلينج، راح أستخدم الآي أو إكسبشن أو أستخدم الإكسبشن هاندلينج، يعني راح نتعلم كيف نتعامل مع الإكسبشنز سواء آي أو إكسبشن أو غير الآي أو إكسبشن. يعني خلينا نحكي كيف ممكن نتعامل مع الإكسبشنز. الإكسبشنز واللي هي نفسها عبارة عن إيش، وأستخدم معها التراي اند كاتش، يعني كيف ممكن نتعامل مع الاكسبشنز واستخدم معهم التراي والكاتش لاداره الاخطاء اللي ممكن تنشا خلال عمليه تنفيذ البرنامج لخطا، يعني قد يكون يتعلق به وعدم وجود الملف، لم يستطع كتابه الملف على الهارد ديسك اند سو اون. راح نتعلم كمان كيف ممكن، اخذنا كيف ننشئ ملف، يعني هاي الثلاث نقاط، كيف اعمل كرييت لملف، هاي واحدة، كيف اعمل كرييت لملف وانشئه على الهارد ديسك، كيف اكتب على هذا الملف واخزن الداتا تبعتي من التكست اريا على التكست فايل اللي موجود داخل الهارد ديسك. بعدين اكيد ما دام التكست فايل صار فيه داتا، بدنا نتعلم كمان كيف ممكن نقرا او نكتب على التكست فايل في الجافا، كيف ممكن نقرا او نكتب على التكست فايل ان جافا. طبعا انا عملت برنامج وجاهز وديزاين عشان اختصر الوقت، لكن هلا بعرضه انا وياكم نتعلم وبنشوف كيف عملناه. بدي اكد بعض الاوبجكتس اللي لازم تكون موجوده في شغلك. لاحظ انا عندي فايل كلاس بعمل منها اوبجكت، الاسم الاف اللي اسمه اف او الاوبجكت اللي اسمه اف هو عباره عن اوبجكت اوف فايل. اي اوبجكت اوف فايل معناته هذا الفايل بقدر احدد وين اخزنه. لاحظ انا خزنته على الديسك، خلينا احكي على الديسك دي او على الديسك سي او وين ما بدك. باخذ اوبجكت بخزنه على الديسك دي او الديسك سي وين ما بدك. بعدين تنساش هذا الشكل، سلاش واحد لحالها ما بتزبط، دبل سلاشز في الجافا. وبعدين بحدد له شو اسم الملف هذا. هلا بدي اخزنه داخل فولدر معين، بقدر اجي احكي له مثلا بهذا الشكل، اسم الفولدر تكست فايلز بهذا الشكل، بعدين اعطيه هاي، بعدين اخزن. هيك انا خزنت تست دوت تكست على الديسك دي على الفولدر اللي اسمه تكست فايلز اند سو اون. بتكاش على تكست فايلز بدك اياه على السي مباشره، بتقدر تشطبه من هون وتشيل هدول بهذا الشكل. هلا هيك هذا اول امر اللي هو كرييت اوبجكت اوف كلاس فايل واعطيناه اسم تست دوت تكست. طبعا لغاية الآن الأوبجكت ما أنشئ تماما وما صار موجود على الهارد ديسك. حتى يصير الأوبجكت موجود على الهارد ديسك شو باجي بعمل له؟ باخد اسم الفايل اللي أنا أنشأته، بقول له هذا الفايل اللي بدنا اسمه يكون test.txt شو تعمل فيه؟
فايل دوت كرييت نيو فايل. فلما يشوف الجافا لغه الجافا تشوف هذا الامر بتنشئ اوبجكت اسمه فايل وبتعطيه اسم تيست دوت تكست، يعني بتنشئ ان بفرنج يعني بيكون موجود مش موجود حقيقيا على الهارد ديسك لغايه اللحظه هاي. بعدين هون بتيجي عند الاوبجكت اللي اسمه اف بتحكي له دوت كرييت نيو فايل. بهذه اللحظه بنشئ هذا الملف بالموقع اللي اسمه دي بالاسم اللي اسمه تيست على الهارد ديسك، فبصير هذا الفايل موجود فعليا. طيب على هون عندنا في نقطه بتقول لي طيب انا بدي انشئ التكست فايل، بلكي التكست فايل هذا كان موجود، معناته ممكن انا اخذ اف ستيتمنت واساله انه اذا كان هذا الملف اكزيست ولا لا، يعني هذا الملف هل هو موجود ولا لا. ممكن اساله اذا كان هذا الملف موجود او لا. هلا اذا كان هذا الملف موجود، اذا كان هذا الملف موجود او لا، راح نشوف كيف ممكن نشتغلها داخل الكود ونشوف كيف ممكن نشيك عليها. هلا خلال شغلنا ايضا راح نشوف انه راح يلزمنا شيء اسمه برنت رايتر، برنت رايتر، وممكن اخذ منه اوبجكت واعرف منه نيو برنت رايتر واربطه مع مين. لاحظ ربطته مع الاوبجكت اللي اسمه اف اللي هو الفايل البرنت رايتر. البي ار رايت on C test، يعني انا بدي اكتب على الديسك اللي اسمه C او اللي اسمه D وبدي اكتب عليه، بدي اكتب على الملف حتى استطيع اني اكتب على الملف اللي انشأته. لازم انشئ او اطلب انشاء object من نوع print writer، من نوع print writer. طبعا لما اخلص print writer او اخلص اللي انشأته انا لازم اعمل له ايش br.close، لازم اغلق، لازم اغلق الملف حتى بعد انتهائي من الكتابة لازم اعمل له كلوز للقراءة او كلوز للكتابة حتى. هلا نيجي طلع هلا عندي برنت رايتر للكتابة، في عندي ايضا فايل رايت فايل رايتر برضه للكتابة ممكن يكون. هلا للقراءة في عندي شيء اسمه فايل ريدر، فايل ريدر، فايل ريدر، اذا هاي تريد تو ريد فروم ذا تكست فايل، to read from the text file، حتى أقرأ من التكست فايل باجي بأنشئ أوبجكت اسمه FR نوعه فايل ريدر وبربطه مع الفايل اللي أنا عملته. لاحظ هاي ربطناه مع الفايل اللي أنا عملته. بعدين حتى أجي أقرأ، طبعا أنا دائما لما أقرأ بقرأ بالبفر، فلازم أعرف إشي اسمه بفر ريدر، بفر ريدر، وأربطه مع هاي زي ما أنتم شايفين هون، وأربطه مع مين؟ مع الفايل ريدر. فباجي بعرف بفر ريدر، بقول له البفر ريدر عندي انا راح اعرف شيء اسمه بفر ريدر اسمه بي ار اوبجكت، وراح اربطه يقرا من الفايل ريدر اللي ربطته مع اصلا الفايل اللي اسمه اف. فهاي النقطتين هدول صار عندي الملف هيك قادر على القراءه من بهاي الشكل بهذا الكوماند، صار عندي البي ار قادر على القراءه، البي ار قادر على القراءه من وين؟ من التكست، من التكست فايل اللي موجود ومخزن عندي على الهارد ديسك. هلا حتى اجي اقرا واطبع الاشياء اللي بدي اطبعها، لو بدي اطبع السطر اللي قراته بدي اطبعه، شو باجي بعمل هون؟ زي ما انتم شايفين باجي بكتب له سيستم دوت او دوت برنتلين بي ار دوت ريد لاين، ريد لاين تو ريد فروم تكست فايل، تكست فايل، يس فايل، لاين لاين باي لاين. لو بدي اجي اقرا سطر سطر من التكست فايل اللي انا عملته، لو بدي اجي اقرا سطر سطر من التكست فايل اللي انا عملته، لو بدي اجي اقرا سطر سطر من التكست فايل اللي انا عملته، شو باجي بعمل؟ باجي بكتب له system.out.print br.readline، هذا قرا سطر رقم صفر. طب لو بدي اقرا سطر رقم واحد اثنين بدي لوب، معناته ممكن احطه بلوب، ممكن اجي اقول له اقرا لي اول خمس اسطر، فاجي اعمل له لوب ويقرا لي اول خمس اسطر. هنلاحظ هذا الشرح اللي انا شرحته هون، وتعمدت يعني امشي انا وياك كوماند باي كوماند عشان لما اجي اكتب انا الحل تبعي اللي انا عامله تعرف كيف اشتغلنا هذا الامور. خلينا نجي على الجافا ونشوف شو اللي عملناه هون. ناخذ الديزاين، انتبه شو اللي عملته انا في الديزاين. حطيت هون تكست فيلد، وهذا التكست فيلد سميته تكست انبوت، تكست انبوت، هذا تكست فيلد وسميته تكست انبوت، هاي اول وحده. بعدين اخذت التكست اريا، هاي اخذنا تشينج هاي هيك تكست اريا وسميتها تي اوت، تي اوت، وبدي اخذ البروبرتيز لها واغير مثلا
هاي أغيرها مثلا لهذا اللون على سبيل المثال. هاي التكست اريا، هاي اسمها تكست اريا، اسمها تي اوت، تكست اريا، تكست اريا اوت. بعدين عملنا مجموعة من البتونز، البتون الأولى read from text area and write to file. هدول الأمرين بدي إياك تتذكرهم أو تنتبه لهم. هدول الأمرين تحديدا، خلينا أرجعه هيك. طيب هدول الأمرين بقرأ، انتبه، هدول الأمرين هذا بقرأ كل التكست فايل بالكامل، بقرأه من الهارد ديسك بالكامل مش سطر سطر، وبخزنه على التكست اريا. هذا السطر، هذا الامر read from text area and write to text file. شو بتعمل؟ بتقرأ كل الموجود في التكست اريا وبتكتبه مرة واحدة بالكامل على التكست فايل اللي مخزن على الهارد ديسك. هاي read from file، بدي أقرأ من الفايل اللي مخزن على الهارد ديسك وأكتب كل اللي قرأته مرة واحدة بدون لوب على التكست اريا. فهدول امرين مهمات ممكن يساعدونا للشغل. هلا اول نقطه بدي اعملها كرييت نيو فايل، انشئ فايل جديد. بعد ما انشئ فايل جديد رايت داتا تو فايل، بدي اكتب او اكتب الداتا اللي بدي اياها في الفايل. ممكن اكتب الداتا اللي موجوده وين في التكست، في التكست فيلد، او اكتب الداتا الموجوده في التكست اريا زي ما بدك. كلير بتنظف لي التكست فيلد والتكست اريا. read data from file، بدي اقرأ الداتا الموجودة في الملف، بدي اقرأ الداتا الموجودة في الملف. read from text file and display on the text area، هون راح اقرأهم سطر سطر، يعني راح اقرأ سطر سطر. يعني هون بقدر اكتب لك عليها هاي هيك، هاي line by line، سطر سطر، بدي اقرأ سطر سطر عشان تشوف كيف الفرق بينهم. لأنه بجوز لو أطلب منك في الامتحان مثلا أقول لك اقرأ لي أول ثلاث أسطر من الكتاب، معناته بدي أستخدم هاي. خلينا نشوف الكوماندز مع بعض. هاي الديزاين عملناه، خلينا نشوف الكوماند تبع create a new file action performed. ونيجي هون، انتبه معي. أول شيء هلا أول نقطة بدي أعملها هي رقم واحد، لاحظ هي رقم واحد الملف اللي بدي أستخدمه، هي رقم واحد بدي أسميها، هي خطوة رقم واحد. أول خطوة بدي أعملها في الموضوع إنشاء أوبجكت، هيو إنشاء أوبجكت اسمه F على مستوى الكلاس. ليش أنشأته على مستوى الكلاس؟ يعني ليش ما روحتش على نفس البتن محل ما ضغطت رايت كليك وروحت هون إيفنت أكشن بيرفورمد وأنشأت هون الأوبجكت؟ هلا لو أنشأت الأوبجكت هون بصير هذا الأوبجكت معرف على هاي الميثود مش معرف على باقي الميثودز، يعني بصير بخص هاي الميثود. أنا حتى يكون بابليك للكل شو جيت عملت؟ جيت رحت على مستوى الكلاس، هاي الكلاس اسمها نيو جي فريم أنا اللي عاملها، جيت على مستوى الكلاس وجيت قلت له بالله تنشئ لي هون، طلبت منه كرييت، هاي زي ما أنت شايف بدي أعملها كمان مرة، هاي فايل وسميه مثلا F2، هاي واحد تاني يساوي نيو فايل وبين قوسين زي هيك وبدي انشئ فايل. هلا هون لاحظ اعطاني ايرور، لازم اعطيه وين انشئ الفايل، وبدي اجي اخذ له مثلا بدي انشئ الفايل هون على الديسك دي بين كوتيشن طبعا على الديسك دي، وبدي اسمي هذا الفايل، وبدي اسمي هذا الفايل مثلا تيست فايل دوت تكست. اذا هي انشات انا فايل او طلبت انشئ اوبجكت اف2. اذا طلبت انشاء، يعني اذا عملت له كرييت من خلال اف2 دوت كرييت نيو فايل، شو راح ينشئ لي؟ راح ينشئ لي تيست فايل دوت تكست. اذا طلبت الثانيه هلا صار عندي انا هدول بابليك، وين ما اطلب اف1 وين ما اطلب اف او اف2 راح يكونوا ظهرات للكل. هي اول خطوه لانشاء الملف، خطوه رقم واحد انشاء اوبجكت من نوع فايل، انشاء اوبجكت من نوع فايل، اي create object from file class. طيب هاي خلصنا. نيجي هون، ما دام انشأنا بدي اجي اقول له اعمل create، هاي action performed. هلا بكل بساطه طلع هذا الامر اللي انا بدي اياه، بدي اطلع فوق هون، طلع هون
لو جيت هون كتبت له هيك، خلينا أخذها بأي مكان آخر بهمش، خلينا هاي هون، نيجي هون. هلا هون لو جيت أنا أعمل له بهذا الشكل يا إخوان، انتبه معي. لو جيت قلت له أنا هون بدي أعمل هاي F2، هاي أخذت F2 dot create new file، وبعمل هيك سيمي كولون F2 create dot new file. نلاحظ هي كمان مرة، يعني بدي أنشئ الملف اللي اسمه F واللي اسمه F2. باجي بكتب له F dot create، هاي create new file F dot create new file، وباجي بنشئ بكتب له F2 dot create new file. هاي انشأت الملفين. طيب لما انشئ الملفين بهذا الشكل، ها خليني انزل هيك عشان تشوف النقطة هاي. لما انشئ الملفين بهذا الشكل، طب بلكي الملف كان موجود، اذا كان موجود بديش انشئه. هلا في مشكلة هون، هلا هون راح انشئ الملف، موجود مش موجود راح انشئ الملف وما يردش عليك، وبالتالي لازم اعمل اجراء اخر، اعمل تشيك. يعني هون المفروض انا شو اعمل؟ تشيك if the file is exist، يعني هل الملف موجود or not. هلا اذا كان الملف موجود ما بنشئه خلص، اذا كان الملف غير موجود بنشئه. طيب شو بدي اعمل؟ طلع شو عملنا هون، هاي التشيك اللي احنا بدي اياه. هلا هذا التشيك اللي عملته، هيو عملنا تشيك على الفايل، جينا حكينا له بكل بساطة، جينا حكينا له اف وسألناه هل الاف دوت اكزيست، هل هو نوت اكزيست. يعني انا سألت هون اف دوت اكزيست واعطيته هون قبلها نوت، فشو كاني بسأل، بحكي له اذا كان الاوبجكت اللي اسمه اف او الفايل اللي اسمه اف، الفايل اللي اسمه زي ما كتبناه هون شو اسمه كان، اللي هو الاي او دوت تكست، اذا كان الملف اللي اسمه اي او دوت تكست فاوند، يعني اذا كان نوت فاوند، اذا كان نوت فاوند شو يعمل؟ يعمل كرييت، يعمل كرييت لنيو فايل بهذا الشكل. وانا اعطيته هون جمله اوبشن جي اوبشن دوت بان، حكيت له فايل كرييتد سكسسفولي. هلا اذا ما تحققش الشرط تبع الاف شو بده يكون؟ معناته الملف اوريدي اكزيست، يعني الملف اوريدي كرييتد. تمام، هلا هذا الامر صحيح وبيشتغل صح وما عندنا مشكله فيه. لاحظ هاي رن، وباجي هون اول ما ابلش بدي احكي له كرييت نيو فايل، شو بحكي لي؟ فايل اوريدي اكزيست. بدي اتاكد، بدي اروح على الديسك دي، هاي ماي كمبيوتر، هاي الديسك دي، وهي والله هي موجود اي او دوت تكست. طيب الملف الثاني، الملف الثاني مش موجود، خلينا نتاكد منه، خلينا نروح لهون للبرنامج ونيجي نحكي له هاي اف2 دوت كرييت نيو فايل بهذا الشكل. هاي الاف2 طبعا هون اذا بدي اخذ الاف2 وانشئه، خليني اطلع انشئه برا، هاي هيك هاي انشأته برا، هاي صار الاف2 هيك اول ما يبلش راح ينشئه. هلا بنحكي عن الاشاره اللي فيها الايرور او الحمراء هاي، لايش هاي رايت كليك، هاي رن، بدي احكي له كرييت نيو فايل، شو عمل؟ اعطاني ايرور. طب ليش الايرور؟ خلينا نشوف الملف موجود او مش موجود. هلا كرييت اف كرييت نيو فايل. هلا لاحظ هذا الامر لازم اعمل تشيك عليه عشان انا اقدر افحص الكود تبعي. هلا النقطة الثانية اللي بدي احكي عنها، هلا هاي اذا كانت واضحة هاي بتزبط وما فيها مشكلة وبيشتغل لي صح البرنامج، هاي هيك وبيشتغل لي صح. بس لاحظ انه في عندي هون اشارة كويستشن مارك او لونها احمر، ما اعطاني ايرور يعني سنتكس ايرور، لكنه بيقول لي يا عمي انت بتتعامل مع ملفات، طب بلكي الملف هذا يعني موجود مش موجود، شو اعمل؟ لاحظ شو بحكي لي هون، حاول تستخدم تراي وكاتش اللي هي الهاندلينج او الاكسبشن هاندلينج، يعني تعمل هاندلينج يعني تدير الاخطاء ان وجدت. لاحظ مش انا اللي عملتها لحاله، طلع كيف هون بكبس هاي بيجي بحكي لي سراوندينج ستيتمنت وذ تراي اند كاتش، استخدم تراي اند كاتش افضل لك. باجي بحكي له اوكي، هاي
هاي او هاي اللي بدك اياه. لاحظ شو عملت، انا قلت له اوكي استخدم تراي اند كاتش، استخدم تراي اند كاتش. طلع شو اللي عمله، اجي حط هون اف اكزيستس واخذ تراي، يعني اذا كانت جمله صحيحه اخذ لها تراي. هاي تراي بتنتهي هون، خليني اجي هيك تراي، يعني اذا كان الملف غير موجود خلاص انشئه. وهي تراي كاتش اذا كان غير موجود بقدر انا اكتب الاوبشن، اجي اوبشن بان تبعتي هي نفسها هيك كوبي واجي اكتبها هون هيك. اذا كان في اي خطا في الاي او اكتب انه هون، اكتب انه اي او ايرور ان يوزينج ذا فايل، لانه الخطا هون مش انه مش موجود، الخطا صار في عندي اي او ايرور، يعني في عندنا انبوت اوت بوت ايرورز. وهي الالس طبعا، هاي الاف كل هدول صاروا داخل الاف. هاي خليني ازيحهم لجوا شوي هيك عشان تعرف. وهي الكاتش، وهي هي هيك. هلا هاي الاف، هدول كلهم اذا كان الشرط صحيح، هي اذا كان الشرط صحيح بده ينفذ هدول. هلا هون نيجي على الاف، هاي هيك، هدول اذا كان الشرط صحيح. هاي الالس، الالس انه في عندنا ايرور. هلا لاحظ انا تخلصت من العلامة اللي كان فيها مشكلة، انه لو عدتها وكتبتها هون، هاي اف2 دوت كرييت نيو فايل وهي سيمي كولون، صح ما في مشكلة فيها، لكن لاحظ شو عمل؟ اعطاني بيقول لي حاول تستخدم تراي اند كاتش. اذا قال لك استخدم تراي اند كاتش، كل اللي عليك تعمله انك تكبس كليك عند هاي وتقول له استخدم تراي اند كاتش، استخدم تراي اند كاتش هاز بلوك سراوندينج بلوك تراي اند كاتش. طيب هي النقطة الأولى اللي أخذناها، هاي اللي هي عملية، هذا شو بستفيد منها؟ هاي العملية بستفيد منها إنه فحص الملف، إنه إذا كان موجود أو غير موجود، إذا كان غير موجود أنشئه، إذا كان موجود أعطيني مسج وقول لي الملف موجود ويمكنك استخدام الملف هذا بشكل صحيح. إذا هي أول نقطة اللي هي تبعت create a new file، create a new file. جيد، ناخذ النقطة الثانية، write data to file، write data to file، أي action performed، نشوف write data to file. هلا بدك تنتبه معي إنه أنا already استخدمت try and catch في كل شغلي، لأنه هو بس بيساعدك وبيعطيك hints وبقول لك استخدم try and catch، وبالتالي أنا بقول له استخدم try and catch واعمل لي الإيرور handling أو الإكسبشن handling عشان أقدر أشتغل عليها. هلا لاحظ أنا النقطة الثانية، شو الأمر هذا؟ بقول لك اكتب الداتا إلى الملف، هاي الداتا هون اللي أنا كتبته هون بدي أكتبه على الملف اللي كتبته هون. شو اسم هاي التكست؟ اسمه تكست إنبوت. طيب خلينا نرجع هون، هاي أكشن، جينا حتى نكتب الداتا. هلا هون هاي الأمر اللي بشتغل عليه، write data or text to text file، بدي اكتب اي شيء بكتبه على التكست فايل. ما دام بدي اكتب لازم استخدم print reader، بدي اكتب سطر سطر او بدي اكتب حقل حقل او بدي اكتب كلمه كلمه، بستخدم print reader وبعرف منها object اسمه br، هاي br من نوع print reader، يساوي new print reader. طبعا انا لو جيت شلت هدول تراي والكاتش، يعني لو جيت انا افرجيك انه شو بصير، هاي هون هذا الكود اللي انا بدي اكتبه، هذا هيك هي اخذته من هون، هاي هدول لغايه هاي، هلا هدول اللي بدي اكتبهم انا، هاي هيك، يعني انا اللي لازم اكتبه هون انشئ، اجي اكتب له هذا الامر، اجي اكتب له برنت رايتر بي ار يساوي نيو برنت رايتر، اعطاني ايرور. لاحظ النص صح و100%، هلا هذا بستخدمه ايش؟ هذا object to write to the text file line by line. طيب في عندي error، في هلا الايرور مش syntax error، فطلع هون شو اللي بيحكي لي اياه، هاي كبسنا، بقول لي استخدم try and catch حتى تحل المشكله. باجي بحكي له
اوكي هاي سراوند بلوك وذ تراي اند كاتش. شو عمل؟ هاي اخذ كلهم حطهم، طلع كيف، وحط اللي تراي اند كاتش، واعطاني فاينلي كمان. كويس خلينا نطبق هاي. احنا خلينا اشيل اللي بالنص هدول، بديش اياهم لاني صرت نسخهم خلاص. لما حكيت له طبق تراي اند كاتش از بلوك، لاحظ شو عمل. وين رحنا احنا؟ اوكي عمل برنت ريدر واعطاها برنت رايتر عفوا، واعطاها بي ار نل. بعدين طلع ان هذا التعديل كله عمله الكمبيوتر لحاله، هذا التعديل كله عمله الكمبيوتر لحاله. بعدين اجى حكى بي ار يساوي نيو برنت رايتر، وربطها مع مين؟ مع اسم الملف اللي فتحناه بالاعلى، بتتذكروا اللي اسمه اف، اللي هو اسمه اي او دوت تكست. بعدين عرف سترينج هون، سترينج اس اسمه يساوي تكست انبوت. طبعا هاي تكست انبوت اني وحده؟ هاي تكست انبوت اللي هي هاي تكست انبوت هاي دوت جيت تكست. انا بقدر طبعا ما احطهاش، يعني هاي النقطه ما بدي اياها انا. طلع شو بدي اعمل فيها، هاي هيك، هاي كوبي، اجي محل الاس هاي، ليش انا اغلب حالي، وهي هيك، هاي هيك خلص. هلا باجي بحكي له النص اللي مكتوب في التكست انبوت هاي استرجع لي اياه واكتبه. وين يكتبه؟ يكتبه على البي ار اوبجكت، والبي ار اوبجكت مربوط مع مين؟ مع الفايل. معناته كاني بحكي له اكتبه او اطبعه جوا الملف، معناته راح يطبع لي الجمله اللي انا طبعها هناك، راح يطبع لي اياها جوا الملف. هلا وانا بطبع شو كتبت له؟ برضه كتبت له مسج من عندي، جافا جي يو اي يوزنج فايل تو رايت اند ريد. هلا هون بدي اجي اكتب له جافا، جافا جي يو اي command to write the text in text field to file stored in hard disk. تمام. وهون بدي اجي اكتب له مثلا Welcome to Java 2. ولاحظ لما انتهيت من عملية الكتابة، أنا هون أخذ السطر اللي أنا كتبته، وأخذ السطرين هذول كتبهم زيادة تحته، وبرنت لين بكتبهم سطر وبنزل سطر. بعدين عملت إيش؟ br.close أغلقت الملف. هلا هذا كله في التراي، أي إشي بدي نفذه بحطه في التراي. هلا في الكاتش جينا حكينا هون أعطاني الإكسبشن تبعه file not found اكسبشن، معناته بقدر اجي اعمل له جي اوبشن بان هون اذا بدك. شو بتيجي تقدر تعمل له؟ بتعمل له هاي جي اوبشن، هاي جي اوبشن بان دوت شو مسج ديالوج، وباجي بحكي له هون نل، وباجي هون باجي بحكي له زي ما حكى لي انه الفايل اللي اسمه io dot text not found. هاي لو كان الملف غير موجود وبدي اقرأ منه، هاي اعطاني المسج هاي واعطاني اياها لحاله. هلا جينا هون finally، طبعا انا حطيتها هون البي دوت كلوز، بقدر اشيلها اذا بدي لانه اعطاني معها finally. حكالي طبق التراي وبعدين كاتش، finally بالنهاية لما تيجي تطلع شو تعمل؟ اعمل بي ار دوت كلوز. وهي نقطة مهمة جدا بصراحة، اني اعمل كلوز للرايتنج اللي انا بشتغل عليه. خلينا نتأكد مع بعض، هاي رن، تمام هاي رن. اوكي خلينا اكتب هون مثلا احمد علي احمد، تمام هاي كتبناها بهذا الشكل. وبدنا نيجي هون نعطيه رايت تو فايل، write to file، تنشوف شو عمل write to file. كويس هلا ما اعطانيش اي الارم او اي اشعار او اي تنبيه انه تم ما تمش، هلا بدنا نعالجها هاي. طب شو صار؟ بدي اتاكد. خلينا اروح لل دي، وهي شو اسمه هذا الملف اللي اسمه اي او، هاي فتحناه، هاي كتب لي ايش؟ احمد علي احمد جافا، وكتب لي اياها زي ما انا كتبتها بالضبط، معناته كتب. طيب ما دامه بكتب، خلينا نحكي للكمبيوتر يا عمي انه كتب،
كيف بدنا نحكي للكمبيوتر انه كتب؟ قبل ما اجي اعمل كلوز هون او تحت هاي مباشره اخر جمله بقدر اجي اعطيه اوبشن بان بهذا الشكل هون واجي اقول له text is written to the text file correctly أو خلاص text written to the text file and saved هاي رن نيجي هون نكتب مثلا جافا 2 is very good programming language in GUI for students مثلا نيجي نحكي له رايت او ممتاز هيك اشعرني انه تمت عمليه الكتابه بشكل صحيح حلو طب لاجي اطلع هون على الديسك تبعي هاي الاي او يس هاي كتب لي الجمله هاي والجمل هذول اللي انا كتبتها من الداخل هذول الجمل اللي انا كتبتها من داخل النص خلينا نشوف احنا الان اللي عملناه لغايه الان يا اخوان عملنا ريد يعني عملنا open للفايل وعملنا create للفايل وعملنا write للداتا على text file هاي النقطة الرقم 2 3 النقطة الرابعة اللي بدنا نشتغل عليها اللي هو read data from file خلينا نشوف read data from file هاي نيجي هون action performed وناخذ read data from file خلينا نطلع مع بعض read data from file انتبه معي try catch هلا عرفتوا انتم مشكله او شغله التراي كاتش بدي اعيدها كمان مره قدامك هلا هون بدنا نكتب كومنت to read data from text file we use file reader بدنا نستخدم الفايل ريدر كلاس هاي نيجي على الفايل ريدر كلاس هاي هيك ناخذ الفايل ريدر اول شيء بنعرف الفايل ريدر وبنعطيها مثلا اي اوبجكت اف ار نيو فايل ريدر واي فايل اللي بدي اعمل له ريدنج اي فايل اللي بدي اعمل له ريدنج ارجع معي للاعلى هاي الفايل اللي بدي اعمل له ريدنج اللي اسمه اف اللي هو بيقرا الاي او دوت تكست تمام نرجع مره ثانيه هاي فايل ريدر اخذنا الفايل ريدر وجينا حكينا له هون خلينا نكبر شوي الاوبشن هاي الفونت طيب اخذنا الفايل ريدر وحكينا له بدنا نيو فايل ريدر مرتبط مع الاف هاي اول نقطه هلا كلنا صرنا نعرف شو الايرور هذا الايرور بيعني انه بده تراي اند كاتش هاي بفتح القائمه يعني انا عملها اوريدي عملها بده تراي اند كاتش كل اللي باجي بعمله بعمل له بلوك تراي اند كاتش طبعا لما اجي اعمل له بلوك تراي اند كاتش يعني بقدر انا اكمل الشغل تبعي هاي فايل ريدر عرفنا اول شيء الفايل ريدر بعدين لازم اعرف البفر ريدر خليني اجي هون هيك بعدين لازم اعرف هاي هيك لازم اعرف البفر ريدر للقراءه هي عرفت الفايل ريدر بعدين عرفنا البفر ريدر والبفر ريدر يساوي بي ار يساوي نيو بفر ريدر وربطته مع مين؟ مع الفايل ريدر طلع كيف عمليه الربط صارت هاي ارتبطت مع الفايل ريدر والفايل ريدر ربطت مع الاف اللي هو اسم الفايل بعد هيك لاحظ بعد ما انا عملتها بدي اطبعهم سيستم دوت اوت دوت برنت او بدي احطهم في التكست اريا زي ما بدك تحطهم في التكست اريا بصير يعني لو بدك تحطهم في التكست اريا شو كان اسم التكست اريا عندنا هون
خلينا نشوف شو اسم التكست اريا هاي. اسمها تي اوت. تي اوت خلينا نجي نحكي يعني لو جيت انا كتبت له هاي الجمله او هدول كلهم خليتهم يطبع لي على السيستم دوت اوت دوت برنت وهي يطبع لي اياها على التكست اريا. خلينا اجي تحت هاي اجي اقول له والله سوري اجي احكي له تي اوت دوت ست ست تكست بهذا الشكل واجي احكي له بدنا نطبع ايش؟ بدنا نطبع ما يلي. بدنا ناخذ بي ار دوت ريد لاين. هاي اول سطر خلينا ناخذهم تحت انا اول شيء هاي هيك. طلع هاي خلصنا. هلا هذا كله انا بدي اعتبره كانه ما كانش موجود عشان انا وياك نعمله مع بعض. هاي هيك وهي هذا كله ما بدي اياه. هاي ديليت. هاي عملنا النص كله لاحظ عليه ايرور. كله عليه ايرور. ليش يا عمي الايرور؟ ما احنا كاتبين صح. بيجي بقول لك اوكي كل حلك انك تعمل تراي اند كاتش بلوك. هاي تراي اند كاتش بلوك. ترى شو عمل؟ هاي تراي اند كاتش بلوك ورتب لي اياها بهذا الشكل وعرف لي اياها بهذه الطريقه الصحيحه. طيب لو جينا عملنا له هون بهاي الطريقة هيك اوكي اعطينا تراي والكاتش اللي انا بنيها وعدلت عليها باسلوبي. هاي جينا حكينا له فايل ريدر بعدين حكينا له بفر ريدر بي ار يو بفر ريدر وعملنا اللاينز كلهم. لاحظ هذا الامر بيقرا من الملف عن طريق البفر ريدر وبلش اكتب انا كل بفر ريدر يعني اول شيء بقرا من الملف والملف اللي بقراه هون الداتا اللي بقراها الموجوده في التكست فايل وين بحطها بالبفر ريدر. هلا بصير انا اخذ من البفر ريدر هيو بصير اخذ من البفر ريدر واعمل برنت برنت لين. هلا كل ما اعمل ريد لاين بقرا لي سطر من الاسطر الموجوده على التكست فايل. انتبه معي هاي عندي انا تكست فايل اي او هاي في هذا السطر هاي رقم واحد هيك رقمتهم انا وهي هون هاي رقم اثنين هاي هون هاي رقم ثلاثة وبدي اجي هون اجي اعطيه هاي اربعة واحكي له هاي تيست ريدنج فروم ذس فايل. هاي عملناهم هيك وهي خزننا هاي سيف نرجع للكود. خلينا نجي احكي له هون رايت كليك رن. هلا انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل ريد فروم فايل بدي اقرا من الملف. شو كتب لي؟ طلع هلا هون انا طلبت منه يكتب سطر واحد بس السطر الثاني طلع شو عمل هون؟ هاي السطر الاول كتبه هون السطر الثاني كتبه هون الرابع كتبه هون. طلع الكود شو عملنا فيه؟ السطر الاول كتبته انا على هون على السيستم دوت اوت برنت السطر الثاني كتبته على التكست انبوت تكست انبوت السطر الثالث كتبته على سيستم دوت اوت دوت برنت السطر الرابع كتبته على سيستم دوت اوت دوت برنت. فلاحظ بقرا سطر سطر. اذا هون هاي بنقدر نحكي هيك ريد لاين باي لاين. طب لو بدي اقراهم انا بطريقه افضل بقدر اعمل له لوب. يس بقدر اعمل له لوب يقرا 10 اسطر 15 سطر 20 سطر. فما انا بقدر اجي هون اذا بدنا نعمل هدول كومنت هي هيك هي كومنت بقدر اجي احكي له هون تي اوت تي اوت خليني ارجع هون هيك تي اوت اللي هي التكست اريا دوت ست تكست وجواتها شو بدي احكي له؟ احكي له اقرا هي هيك خذ البي ار يعني هيك ايش طبنا سترينج احكي له البفر ريدر بي ار دوت ريد لاين. هلا هيك كم سطر قرأ؟ قرأ السطر الأول. قرأ السطر الأول. هلا بقدر أجي أحكي له أنا هون بلس سلاش إن مثلا وين سلاش؟ خلينا آخذ واحدة من هون. هاي هون. هاي سلاش إن. بلس خلينا ناخذ هذا كله هيك بلس البفر ريدر الثاني نتاكد بلس البفر ريدر الثالث بلس البفر ريدر الرابع
يعني هون كم سطر؟ سطر 2 3 4 بيحطهم في التكست اوت، بزبط؟ ما بنقدر نعرف الا نتاكد. هاي رن، اقرا. اوه ممتاز، اذا قراهم كلهم وحط لي اياهم بدل ما يحطهم في السيستم دوت اوت برنت، حطهم وين؟ في التكست، في التكست اريا. طيب لو جيت انا اقرا هون وما قراتلوش السطر الاخير، يعني جيت انا عملت كومنت على هذا وجيت اخذت هذا الامر نفسه وطبقته لثلاث اسطر، هاي هيك عشان تنتبه معي انت، معناته راح يحل او يكتب لي كم سطر؟ هاي رن، هاي كتب لي ثلاث اسطر، معناته انا بقدر اقرا حسب عدد الاسطر اللي انا بدي اياهم عن طريق الريد فروم فايل. تمام، اذا الامر هذا صار واضح، الامر هذا صار واضح، والامر هذا تبع القراءه صار واضح. الكلير، الكلير امر بسيط كلكم تعرفوه، هاي الاكشن. جيت انا حكيت له التكست انبوت صفرها والتي اوت صفرها، يعني امسحهم، امسح كل الداتا الموجوده فيهم بالكامل. جيد، بعدين في عنا الامر اللي هو بيشبه هذا الامر بس انا استخدمت معه فور لوب الصحيح. خلينا نشوف مع بعض. هاي اكشن بيرفورمد، وجينا حكينا له هون فايل ريدر بوردر او بفر ريدر، وجينا عملنا فور لوب يقرا من صفر حتى ثلاث. شو يعني من صفر حتى ثلاث؟ يعني صفر واحد واثنين وثلاث، وايش؟ صفر واحد واثنين وثلاث، يعني يقرا اربع اسطر. كيف كتبناها؟ تي اوت دوت سيت تكست يساوي تي اوت دوت جيت تكست، يرجع لي التكست اللي موجود جواتها القديم الاصلي، زائد سلاش ان ينزل سطر جديد، زائد بي ار لاين. معناته كل مره راح يعيد هاي الجمله كم مره؟ اربع مرات، ياخذ القديم ويكتب فوقه ويكمل. فلاحظ الامر هذا ايضا راح يشبه الامر السابق تماما. هي 1 2 3 اوكي، معناته راح يجيب لي اياهم. هاي طريقه وهي الطريقه، تنتين هدول مثل بعضهم البعض. اوكي شباب، هدول الطريقتين بيشبهوا بعض تماما، هدول الطريقتين بيشبهوا بعض تماما، واحده بالفور لوب واحده اشتغلناها سطر سطر. هاي كلير، هاي نظف، هاي هون رجع لي الداتا اللي انا بدي اياها، وهي كلير، هاي نفس الحلم. هلا نيجي على الامرين هدول البسيطات والمهمات ايضا، وبدي اياك تطلع عليهم بشكل جيد. هلا هذا الامر read from text area and write to file، بدي اقرا من التكست اريا هاي، يعني طلع شو بدي اكتب؟ هاي كتبت كل هدول في التكست اريا، هاي كتبنا هدول كلهم في التكست اريا، وعلى السطر الاول كتبت له هون هاي جافا جي يو اي، جافا جي يو اي all sections لكل الشعب. هاي كتبناها هيك. شو بدي اعمل انا هون؟ بحكي له اقرا من التكست اريا هاي واكتب على الفايل، هاي كليك. شو بحكي لي؟ text in text area was written to the file، رائع، هاي كلير. هلا هاي الامر شو بعمل؟ read from file and display to the text area، يعني بدي اقرا من الفايل. خلينا نتاكد ان الفايل اللي عملته اول شيء، الفايل هذا اللي هو الاي او، صار مكتوبات فيه؟ او مكتوبات، هيهم لاحظ زي ما كتبناهم تمام. لو حتى زدنا عليهم هون وجينا زدنا كتبنا اي شيء، لو جينا كتبنا كمان مجموعه اسطر هيك، هي جافا جافا جافا، كتبناها زي هيك، كتبنا هون ماني ولا يعني كتبناهم، هاي هيك هاي هيك، هاي خزنها. وجينا هون على الكود تبعنا وجينا حكينا له يا عمي هاي رن، طبعا هو اوريدي في رن اتوقع، خلينا اعمل كلوز للرن، كلوز للرن، كلوز للرن، هاي كلوز للرن. خلي نيجي عند هاي ونيجي نحكي له هاي هون رايت كليك، وهاي اعمل لنا رن، هاي رن. بدي احكي له read from file and display in the text area، هاي اقراهم، بقول لي هينا قرانا لك اياهم. لاحظ هاي all sections، هاي جافا جافا اللي عدلناها، وهي قرانا كل شيء. هلا لو جينا عملنا هيك، هدول بديش اياهم وهدول بديش اياهم،
وهاي بديش اياها وهاي بديش اياها وهاي بديش اياها وهدول بديش اياهم. شو صار مكتوب؟ صار جافا جافا جافا. وجيت قلت له اكتب هدول الان، هاي كتبهم يس، هاي كلير، طبعهم، هاي رجع لي اللي انا طبعته. كيف بيشتغلوا هدول الامرين؟ طبعا هدول بيشتغلوا بطريقه نفسها لكن بطريقه اسهل، وبيشتغلوا مع التكست اريا. خلينا نشوف مع بعض. نيجي عند الامر الاول، read from text area and write to file. هاي رايت كليك، هاي ايفنت، هاي اكشن بيرفورمد، هاي هاي. ترى شو عملنا هون؟ اول اشي انا بدي اكتب، يعني بدي اقرا من التكست اريا وبدي اكتب، بدي اكتب عوين على الفايل، معناته بلزمني فايل رايتر. هي عرفنا فايل رايتر وعرفنا منه اوبجكت وسميته رايتر، عرفنا فايل رايتر وعرفنا منه اوبجكت سميته سميته رايتر. بعدين اكيد عملنا تراي وكاتش عشان نخلص من الايرور اللي بيطلع لنا. جينا حكينا له رايت اور رايتر يساوي نيو رايتر، يعني هذا الجمله كلها كانت اصلها هيك، هاي رايتر فايل رايتر يساوي نيو رايتر، اعطانا ايرور عليها. فبطلع على الايرور بلاقيه تراي اند كاتش، بقول له نفذ لي تراي اند كاتش، بتلاقيه عمل لك اللي موجود امامك الان. تمام، هاي هيك. فبيعمل لي رايتر وبعدين بيعمل لي رايتر تساوي نيو فايل، يعني قطعها لجزئين، هاي جزء قطعها لجزئين. يعني لو اخذنا هاي نفسها هاي نفسها ورميناها هون جنب بعض بصيروا زي بعض. طيب بعدين اكيد انا بدي بفر رايتر، لاحظ بدي بفر رايتر بي دبليو، وعرفت بفر رايتر وربطته مع الرايتر، ربطته مع ايش؟ مع الامر اللي اسمه رايتر، هي ربطناه مع الامر اللي اسمه رايتر. بعدين جينا طلع قديش بسيطه العمليه، بعد ما عرفت الفايل رايتر وعرفت البفر اللي اسمه بفر رايتر، جيت كتبت له تي اوت اسم التكست، اسم التكست اريا دوت رايت، وشو يطبع؟ شو يكتب؟ البي دبليو. شو البي دبليو؟ اللي هو البفر رايتر. فكتب البفر رايتر. هلا لما اجي كتب البفر رايتر وين خزنه؟ خزنه على الفايل اللي احنا ربطنا معه. فمعناته هون تكست ان تكست اريا واز ريتن تو ذا اي او دوت تكست فايل، انا كتبتها هاي جا اوبشن بان عشان اظهر لليوزر انه عمليه الكتابه تمت بنجاح. بعد ما انهي شو لازم اعمل؟ اعمل للبفر رايتر اعمل له كلوز. طبعا الاكسبشن اللي عندي جيت حكيت له انا تراي كاتش، لما اعطاني الكاتش باجي بحكي له الكاتش انه الفايل ايرور اوبننج ذا فايل او الفايل نوت اكزيست. هاي اول نقطه. نيجي شباب على الثانيه، هاي هاي اكشن بيرفورمد، نفس الفكره، ريد فروم تكست فايل تو تكست اريا، بدي اقرا من الفايل. ما دام بدي اقرا من الفايل معناته بدي ريدر، فايل ريدر وسميته ريدر 1 هذا الاوبجكت. بعدين حكينا له ريدر 1 يساوي نيو فايل ريدر وربطناه مع الاف اللي هو الاي او دوت تكست. بعدين عرفنا البفر ريدر بي ار يساوي نيو بفر ريدر، وحكينا له ريدر 1 ريدر 1 اللي هو الفايل ريدر. بعدين جينا على التي اوت اللي هو تكست اريا، حكينا له دوت ريد، من وين يقرا؟ يعني كاني بحكي للتكست اريا اقرا من البفر ريدر واكتب مباشره وين؟ في التكست اريا. يعني هون هاي ريد فروم buffer reader and write in text area in text area مباشرة. لاحظ قديش الأمر سهل، يعني هون كان اكتب في text area على buffer reader، هاي الجملة السابقة، اكتب اللي في text area على buffer reader، هاي اقرأ بالbuffer reader واكتبه على text area. بعدين انا كتبت له هون انه عمليه القراءه تمت بنجاح، واكيد بس انهي شو عملت له؟ كلوز. كلوز. هلا في عندي هون شغله ممكن تصير تستخدمها انت، يعني انا اي مكان بدي اظهر الفوكس او اظهر الكيرسر عنده شو باجي بكتب؟ بكتب اسم الاوبجكت اللي هو تي اوت مثلا تكست اريا دوت ريكويست فوكس، فبصير كانه هو الفوكس عليه او الشاشه او إن كانك انت مأشر عنده بالماوس لما تيجي تعمل رن. بعدين هون عملت اكسبشن، لو كان في عندي اكسبشن انه الملف غير موجود، ايرور ان اوبننج ذا فايل، ايرور ان اوبننج ذا فايل. خلينا نرجع كمان مره نعمل رن، نشوف شو في موجود على الملف. موجود هدول
هاي كلير. خلينا نقرأه عن طريق هذا. يس سيقرأ لي اياه. خلينا اعدل عليه واكتبه and database. هاي رايت، هاي كتبهم، هاي كلير. بدي ارجع اقرأهم، اكيد اعطاني and database وعدل بالطريقة الصحيحة اللي احنا شفناها. هلا بهذا الطريقة احنا بنتعامل مع التكست فايل ومع الملفات اللي بقرأ من تكست فايل وبرجع بكتب، يعني بقرأ بفتح تكست فايل وبعمل له كرييت وبكتب عليه وبعدين برجع اقدر اقرأ منه سواء سطر سطر او اقرأ النص بالكامل. بدي من جميع الطلاب ينفذوا هذا التصميم اللي احنا عملناه وهذا الاكزامبل او هذا الشرح للليكتشر هاي بمحاضرة كاملة، ينفذها بكامل بالكامل، ينفذها بالكامل ويتدرب عليها. والتدريب اللي بيعمله بعد ما يخلصه هو بتدرب على هذا المحاضرة يرسل لي اياه عن طريق الايميل، يرسله عن طريق الايميل عشان اتأكد انه كل الطلاب فاهمين هاي النقطة، عشان اذا في اي ملاحظات نرجع نناقشها مرة ثانية. وهي محاضرة مهمة وممكن يكون يعني اكيد مهمة لك في شغلك لقدام ومهمة حتى يعني لمادة الفاينل بشكل كبير. فبدي من كل الطلاب يطبقوا هاي المحاضرة ويبعتوا لي البرنامج شغال على الايميل، وان شاء الله بنشوفكم في محاضرة قادمة. وبدي انوه هون شباب انه انا نزلت لكم بروجكت عليه 15 علامة. هذا البروجكت بدي من الكل يحله ويتدرب عليه ويرسل لي اياه على الايميل. ضروري للكل، اللي ما برسل لي عن طريق الايميل هذا البروجكت مش راح اقدر اعتبره انه اشتغل البروجكت. لا يكفي انك تدخل على البروجكت، بدك ترسل البروجكت وتحله، ومهما تكون المرحلة اللي وصلتها في حل هذا البروجكت لازم ترسل لي اياه من خلال الايميل لانه عليه 15 علامة. يعطيكم العافية وبنشوفكم في محاضرة قادمة ان شاء الله.